ما شاء الله درجاتك تفرح تفرح يا آدم. هو طبعا آدم حبيبي شاطر، بس عمته علا برضو قامت بالواجب، مش كده ولا ايه قدومي؟ طبعا عمته برضو ست سيام يعني. انا متاكده ان انتي بتعاملي ادم زي ولادك بالظبط، ويمكن اكتر كمان، انا واثقه من كده يا علا. بس بصي بقى درجاته في العرب، لو حد غريب شافها هيقول الخواجه حفيد موجهه، وعلى هذا الاساس لازم نقعد مع بعض مره او مرتين في الاسبوع على العربي. لا حضرتك ما تتعبيش نفسك خالص، عندنا المدرس بتاع علي اللي بيديله درس ممكن يدي لادم درس هو كمان، استاذ يسري حبيبي انت عارف. ادم ادخل اوضتك شويه يا حبيبي، عايزه اكلم مع عمتك. شوفي يا علا، بعد كل اللي عدى عليا، بعد كل الوقت اللي مر ده، بقيت بشوف الامور بشكل مختلف. زي ما اخوكي راح منك، البنتين اللي طلعت بيهم من الدنيا راحوا، واحدة اتوفت الله يرحمها، وملك زي ما انتي عارفة. مش بطلب منك تسامحي ملك، بطلب منك حاجة تانية خالص. أرجوكي أرجوكي تخلي العلاقة اللي بينا كويسة، عشان خاطر آدم ما يتعذبش بينا، هيبقى بيصعب عليا. كل ما بنتقابل يفضل يبص لك ويبص لي ويبقى حيران ما بيننا. أرجوكي. طب ما أنا كمان يهمني مصلحة آدم، ده هو الحاجة الوحيدة اللي فاضلة لي من ريحة أخويا، بس مش بعد كل ده. علا لو سمحتي، أنا اشتغلت على نفسي كتير قوي عشان أبقى الست اللي قاعدة قدامك دي، من فضلك ما تستقليش بده. أيوة يا طنط، خير دلوقتي؟ ليه في ايه؟ طب ممكن اعدي عليك بكره الصبح؟ طب خلاص خلاص اهدي انت بس، جاي لك دلوقتي هلبس واجيلك على طول. سليم تعالى. خير يا طنط؟ أنا كويس؟ اه الحمد لله تمام. امال ايه؟ قلت لي تعالى بسرعه ليه؟ قلقتيني. تعالى تعالى بس من حقك. بص بقى، المكنه دي انا عايزه اشغلها بس مش عارفه اركبها ازاي، حاول انت بقى تتصرف.